اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول اللهم أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأرأف من ملك أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دهن النفوس وكتبت الآجال ونسخت الآثار النفوس لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما حللت والحرام ما حرمت والملك ملكك والأمر أمرك وأنت على كل شيء قدير اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل اللهم مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك
نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. اللهم يا سابق الفوز ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، صل على عبدك وحبيبك محمد ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا كربا إلا نفسته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا أيما إلا زوجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي أيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا عز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وبنانا وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما، محكم البيان ظاهر البرهان فيه وعد ووعيد وتخفيف وتخويف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حديد. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم أسكننا به الظلام
الظلل وألبسنا به الحلل ومتعنا به من النعم وزدنا به من النعم وادفع به عنا النقم وجعلنا فيه من الفائزين وجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا شفاء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأحباب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم اللهم يا رحمن يا الله ارحمنا برحمتك ارحمنا برحمتك تغنينا بها عن رحمة من سواك لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك باسمك الشافي يا شافي يا الله يا شافي يا الله اشف مرضانا ومرضى المسلمين أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين ويا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على النبي المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله
وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.